الزرباد هي رقصة من رقصات أهل حضرموت، وتنتشر بشكل أكثر في المدن، ولا نجد لها حضور بارز في الأرياف والقرى. ويمكن نعدل الزربادي هي أنها رقصة من رقصات أهل المدن وأهل الحضر. كان بدايتها هي منقولة أول من شق قبلي، يقول كما يقول العلوة كان أول. إذا أردنا أن نورخها تاريخياً يعني أو زمنياً، هي تنقلت من منطقة إلى منطقة، ويبقى الاسم عند من يبدأ بها. الاسم اللي من وراه ما بنقدر نحن لا حميد ولا عبيد يطلع الاسم، لما إنما اللي يقول له البعلة بالمشاعر اللي قالها بني مغراه. احنا ما نقدر نقول، لكن احنا بنقول كل واحد بيالف له كلام وحده ببني مغراه. هي البني مغراه بالابنة، والمغراه هذا حي يعني كتغريك، يعني بقول كما كذا قاعد عند الراديو يعني السماعه وخلاص، واحد يتكلم معك بعد قريبه يعني هنا خلاص انتهيتها كلها قد اللعب حاجه كذا يعني. هذا يقول له مغراه، والبني هذا بالابنة، عرفت؟ قال بني هو، ما قال بناء، قال بني مغراه، يعني يا بني تعال. يكون في الأساس من رقصتين مع بعض أو من صوتين، الصوت الأول يسمى المدخل، والصوت الآخر يسمى المخرج، وكل جولة من جولات الرقص تتكون من هذه الصوتين. فعلى كل راقصين أن يقوموا بصوت المدخل أولا، ثم يقوموا بالرقص على صوت المخرج. في وقت من الأوقات مدخل ومخرج فقط، حضرنا كثير من الزواجات يسمونهم خمسة وحسين، ما حد حتى يزفن، يدورون بها وحد يزفن، ما حد يزفن، زواج كامل يعبر ما أحد يزفن فيه ولا أحد يقوم أبداً، فيضطرون يعملون الصوت الخفيف هذا يقولونه، حتى الصوت الخفيف اللي نقلوه أصلاً من البني مغراء، لم يزفن بطريقة البني مغراء الأصلية، عملوا له طريقة جديدة في الزفين تعتبر جديدة بالنسبة لنا الحضارة. أصوات البني مغراء متعددة، وكل صوت باعه قصيته، وكل بعض أصوات لهن أربعة قصد، ثلاث قصد، خمس قصد، يعني كل شاعر لقى له قصيدة حسب اللون النهائي. الاسم ماشي اسم، إنما الصوت الدان عليه الدان. داني دانا داني دانا دان يا دانا داني دان داني دانا داني دانا دان بديت بالفرديل مهيمن ربنا واحد كريم يا الله يا رباه سألك يا مهيمن يا عظيم يا حي يا قيوم. هذا صوت رقصة الزربادي. ما يميزها أنها تستخدم إيقاعات بسيطة، فتستخدم آلات هوائية اللي هو المدروف، وتستخدم إيقاعات صوتية اللي هي الهاجر والمرواس والمرفع، ومع تداخل هذه النغمات هذه الإيقاعات يبدأ الرقص ويبدأ الزفانون بالرقص على هذه النغمات. كما قلنا أن الآلات هذه جاءت بعد ذلك، يعني هو بدأ عبارة عن شعر، عبارة عن لحن،
ثم أدخلت عليه الإيقاعات بالأرجل، وبعد ذلك جاء إدخال الإيقاعات اللي هو يعتبر المرواس هذا، اللي هو أول ما بدأ صناعته هنا في حضرموت، اللي هو مفتوح، كان مفتوح من كان مرواس من طرف واحد ثم أغلقوه من طرفين، وما زالت بعض المراويس مثلا عندنا في حضرة السقاف يستخدمون مرواس مفتوح من جهة ومغلق من جهة، ثم جاء إغلاقه من الجهتين، اللي هو موجود الآن ده في الزربادي وفي البني مغلاه. في البني مغلاه كانوا يستخدمون مرواس واحد فقط، ثم جاء إضافة المرفع له، ثم قريبا عادوا أضافوا له المدروف، قلنا هذه الشبابة اللي تسمى في العربية شبابة، أضافوا جديدا يعني. فالحضرمي أبدع في هذا الجانب، ثم اختار الشيء اللي فيه ارتباط بالدين. الآلات الحضرمية كانت تصنع بالنقب، جديدا جاءت الآن البلاكاش على قولنا الكونتر هذا الآن يصنعون، لكن قديما لا، كانوا يأتون بجذع شجرة ويحفرون حفر، يحفرون حفر ويصنعون منه الهاير، يصنعون منه المرواس، يصنعون منه حفر. فلهذا يسألك الآن أي صاحب عدة يقول لك دي عدة نقب ولا ما هنا؟ إيش نقب؟ يعني عبارة عن جذع شجرة كبيرة يقطعونها يتعبون فيها. تسأل أهل النجار القدامى عن حتى أدركنا بعضهم بالمنشار كانوا اثنين ويشلون الأشعار في أعمالهم، حتى في الأعمال كانوا المزارعين لهم أشعار، النجارين لهم أشعار، كانوا نحضر عند بعض البحمال والفقهان كانوا متخصصين في النجارة وأهل الفن فيها. الحضارهم نقلوا الكثير من عاداتهم وتقاليدهم ورقصاتهم الشعبية إلى المناطق التي استقروا فيها، وأيضا تأثروا في المقابل برقصات وهازي تلك المناطق. فمن الأشياء التي نقلوها إلى إلى مهاجرهم التي استقروا فيها رقصة الزربادي. شرق آسيا نجده أسرع، في الزربادي نجده متوسط، في البصالح نجده أكثر هدوء، هكذا تسلسلت هذا الأمر. فالزربادي نجد لها اليوم حضور كبير وواسع في مناطق شرق آسيا مثل إندونيسيا وجزر الملايو، بل نجد أنهم أصبحوا يتقنونها بشكل كبير، حتى البعض اختبط عليه الموضوع فعد الزربادي أنها من الرقصات المهاء التي استوردها الحضارم من مناطق شرق آسيا، لكننا نرجح أنها رقصة الزربادي رقصة حضرمية أصيلة نشأت في وادي حضرموت في المنطقة الواقعة ما بين شبام وترين. هذا هو معقل الزربادي الأول. البصالح، أسرة البصالح اللي في عهد الحبيب علي بن محمد الحبشي اللي أقاموا بهذا الأمر، انطلقت كلها من نفس الفكرة، من نفس فكرة الأبيات الشعرية اللي كانت موجودة للعلماء والصلحاء والشعار، هذه نفسها تلحن ثم توضع عليها الإيقاعات. فالزربادي والبصالح
توجد هناك فوارق ولكن ليست الفوارق كثيرة. فلنلاحظ أن الزفين نفس الزفين عبارة عن حركة واحدة قديمة كانت موجودة، إلا أن في البصالح بشكل هادئ وفي الزربادي بشكل متوسط، ولكن نفس الترتيبات اللي موجودة في حركة الأرجل نفسها لا تختلف. وفي هناك حركات موجودة في الزفين في الزربادي وفي البصالح كذلك للأسف الشديد اختفت، ما زالت موجودة في عند بعض كبار السن. تقام أيضا في المناسبات الدينية والأفراح والأعياد، وتقام أيضا في الأعراس، وترتبط ارتباط كبير أو تشابه كبير مع رقصة الزربادي. أيضا في الإيقاعات المستخدمة تستخدم نفس الإيقاعات تقريبا المستخدمة في الزربادي تستخدم في البني مغراء، مع وجود نوع من البساطة في رقصة البني مغراء. رقصة الزربادي أكثر تعقيدا من البني مغراء. ولا ما قبل ذلك، الشعار في حضرموت قديما موجود، وهذا يعتبر الشيء اللي يبدأ فيه في التراث الحضري الشعر نفسه. ثم الأشعار اللي كانت تقال على حسب المناسبات، ففي الشعر الهدان أو في البني مغراء أو في الشبواني أو في الزربادي أو في البصالح نلاحظ أن الشعار أنفسهم أو من يغنون هذا ويقصدون هذه القصائد يختارون على حسب المناسبة، إيش الموجود المناسبة يختارون الشيء المناسب في المكان المناسب. أشياء أسرار في الشعر، فلهذا الآن ما نتذوق الشعر، لكن تعال شوف أي قصيدة للقدماء الشاعر هذا التميمي أبو صالح يقول أبو صالح يقول أبو صالح، يعني تتذوق شعره القدماء. لماذا نتذوق شعر القدماء والآن الجدد ما نتذوق شعره؟ لأن الجدد ما أحسنوا ما عرفوا سر الشعر، سر الشعر كيف أن تتكلم حتى أمام عدوك. شوف انتبه لي، شخص عدوك تكلمه في الشعر ولا يفهم المعنى، ما يفهم المغزى. هكذا كانت تقال القصائد في المناسبات بما هو مناسب. فلهذا كان الشعار في الزربادي يأتون بقصيدة، أو في البصالح أو في البني مغراء أو في الشبواني يأتون بقصيدة أو ببيت شعر، يمرون كان في بيت بينهم مشكلة بينهم مقاطعة يصلحونه من غير ما يتكلموا. هكذا كانوا أهل حضرموت. وكل شاعر قام بكلام في قصيد أنا عرفت، لأنه له تياح ما يضرب على تياح، يقول كلام كذا بي واحد منا واحد منا وخلاص كذا قصيد ما هزه، لا لازم له هدف. رقصة الزربادي قلنا تحظى بقبول واسع من أوساط الشعب نادرا لاختلاف قصائدها، فليست هناك قصائد فليست القصائد الشعبية فقط هي التي تقصد في هذه الرقصة، بل نجد أيضا لها القصائد الفصيحة لها حضور في هذه الرقصة، مثل بعض قصائد الشعراء الجاهليين وقصائد شعراء الفترة العباسية والأموية، مثل قصائد يزيد بن معاوية، أيضا من الشعراء الفصحاء في حضرموت الشاعر أبو بكر بن شهاب، مثل قصيدته بشراك هذا منار الحي ترمقه، وهذه دور من تهوى وتعشقه، وهذه الغنة الروضاء. ابدأت بالوالي غافر ذنوب العابر لقد جات شي زله عالم بحوالي والي على كل أمر لا قصرت في غفر.
طفله في كل شيء ندعيه رب السماء مفتوح بابه من طلب يعطي في كل شيء ندعيه رب السماء مفتوح. تتكون لعبة الزربادي من مجموعة من الإيقاعيين بالإضافة إلى المغني الذي تتمحور فيه اللعبة وترتكز عليه. طبعا يقف أعضاء العدة وأعضاء الفرقة ويقفون مع استمرارهم في الضرب على الطبول عندما يجدون من الراقصين أنهم أبدوا مهارات كثيرة في الرقصة فيقومون احتراما وتقديرا لهم ويشاركونهم الرقص على هذه اللعبة. في البصالح في الزربات في البصالح إذا قام صاحب المدروف يقوم صاحب المرفع وإذا قام صاحب الهاجر يقومون معه المراويس في الزربادي يقومون أصحاب المراويس تمام الآن وقد يكون جالس الهاجر والمرفع قد يقومون المراويس فقط وقد يقومون كلهم وهذا عندما صاحب الزربادي نفسه يعجبه الزفان من اللي يزفن عندما يتقن الزفين فاللي يفقع له دور يتذوق الزربادي اللي يفقع نفسه واللي يغني عندما يلاحظ الزفان متقن فلهذا يقول خلقته سالي وانكد ما شايع جل كذا يمشي على مل من ثغره الحالي تردد المشروب يكفي خمرة البل قلبي ضمير يسقيه مثل العريس نلاحظ في العريس يقومون كلهم هذا واضح جدا مباشرة لأنه صاحب مكان بارز وكذا فيحتاج أن يحترم ويقدر وهكذا بالضبط مع أنه العريس نلاحظ أنه ما له دور كثير جدا في الزفين يعني زفين عادي عبارة عن يمشي عادي فقط وهذا الهدور قلنا ان حضارة عندنا ما يحب يبرز العريس في اي شيء من الالعاب في وقت زواجه يعني يزفن عادي يمشي فقط ما يزفن زفين اساسي يمشي عادي فقط واللي معه اقرب يطلعون ويخرجون معه حتى اللي ما يعرف لاجل كل واحد يدخل معه كذلك والاجل لا يتم النظر لانه عندنا هنا يخافون من نظرة الحسد فما يجعلوا يزفن زفين عادي فقط ويدخلوا منه أقربوا من يعرف ومن اللي ما يعرف فلهذا المقام مربوط كذلك بإتقان اللعبة نفسها قديما كانت رقصة الزربادي تقام في الأعراس ويصطحب العريس مجموعة من الراقصون لرقصة الزربادي ولا زالت إلى اليوم هذه الرقصة أيضا تقام في الأعراس لكن أيضا أصبحت اليوم تنتشر بشكل كبير الأمسيات والأمسيات الشبابية والحفلات التي تقام في الأعياد والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية ليست خاصة بالزواجات فقط ولكن الزربادي اشتهرت في حضرموت في الزواجات ولكن ليست خاصة كانوا أهل حضرموت أهل السلام وأهل سمر لهم سمرات ولهم كما نلاحظ الآن إذا الله خير الشباب سمرة في المكان الفلاني يستعيدون هذا النشاط كانوا الحضارم
يسمرون على الدان وعلى الشعر وعلى الزربادي سمارات ليس لها أي علاقة بالزواجات، عبارة عن بروز إبداعات، بروز شعار، إنتاج شعار. وصلت بعض الحافات عندنا إلى 23 شاعر، 23 شاعر في حافة واحدة، 23 شاعر. يعني برزت وتريم حضرموت بشكل عام، وتريم كذلك أخصها بالذكر لأن أنا من تريم، لا أولام أن أبرز بلدي وأعرف بلدي أكثر من، فحضرموت كلها برزت في هذا الأمر أنها تكثر من هذه السمرات، لا أقول أسبوعيا بل يوميا. نجلس مع كبار السن قالوا كنا يوميا نسمر إلى بعد منتصف الليل، والفجر يصبحون يشتغلون، يشتغلون الفجر يصبحون ناس أهل سلام، فيصنعون الشعار، يصنعون المغنيين، يصنعون المبدعين من خلال هذه السمرات. فالزربادي اشتهرت في الزواجات ولكنها ليست خاصة للزواجات، وإنما هي عبارة عن سلاء وإبداعات حضرمية كانت تعمل في السمرات وغيرها. داني دان دانا يا دانا دان 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 داني دان لا داني دان دانا يا دانا دان يا دانا داني داني لا داني دان دانا ويوشا بنا خري من وقت المحين وقت البلاء وهلو أصافي كل حية أصين الأخوان تلقاهم كما مول العيام بزار مين لأخو على صدقوه ولا صاحب معاه صاحب يعين لغير من لقاه.